أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم، سأترككم مرحبا بكم إلى هذه التغطية المباشرة والمستمرة، التغطية الجزء الأخير من تغطيات اليوم. كما تعلمون تغطية مستمرة حول هذا الحراك المبارك، حراك بدأ من قبل 22 فبراير والآن دخلنا إلى قريب الشهر الثالث، الجمعة 13 الجمعة اللي فاتت والجمعة الثانية في رمضان. إذا أعزائي المشاهدين الحراك متواصل، مطالب نفسها والإصرار نفسه والأعداد الضخمة نفسها، والشعب الجزائري كله في الشارع يطلب طلب، يعني طلب واضح ووحيد، وهو على أن ذا من يفهم أن حان الوقت الآن أن يرحل وأن يترك هذا البلاد إلى لأهلها. إذا أعزائي المشاهدين ما زال التغطية مستمرة، مثل ما زال لا كوفرتي سبيسيال اللي تكمل، يعني أنا من نوع بوكدو ذا الجزائري مقزرام صافي قريب ثلاث شهور، والجزائريين تصفان سي مليون ونعرف الرابع شان صوت من غير نسن صوت من اول نسن وذا بويكا سنين قد تروحوا ذا الوقت ولا تجد امكانيك اي المزينه قيط من ثامور تسلح من ثامور تتسولنا الفير اللمان. اذا اعزائي المشاهدين اليوم ذكرى خروج مظاهرات الطلبه في الجزائر في وقت الاستعمار، والان احفادهم خرجوا ثاني بالالاف بعشرات الالاف، هما ثاني نفس المطالب طالبين الاستقلال من جديد، طالبين استقلال البلاد من يد هذه الطغمة وهذه المنظومة كما يقولون، منظومة أخذت الجزائر لصالحها، استغلت الجزائر لصالحها من 62 الآن. الآن جاء الوقت لاستقلال جديد، إن شاء الله ربما في 25 جاي يكون احتفال استقلال جديد بعد 62 إدي 2019، باش نقولوا احنا الجزائر الآن استرجعنا الأرض والعباد، كما يقول عيد حمد قالك الجزائر ربما 62 استقلت، أخذنا لانديبوندونس دو لا تير استقلال الأرض، بصح مازال ما أخذناش الاستقلال العباد. الآن إن شاء الله ربما هذا هو هدف الحراك، أن يستقل الجزائري، الشعب الجزائري، المواطن الجزائري. إذا أعزائي المشاهدين كما قلت كان خرجوا الآلاف الجزائريين مطالبة خاصة في الجزائر، وخاصة في الجزائر العاصمة وكثير من المناطق. وثاني كل أحد يجي دور الجزائريين اللي عايشين برا البلاد، هما ثاني يجي دورهم باش هما يخرجوا بالآلاف إلى الطرقات إلى الشوارع، هما ثاني بينوا مطالبهم، والمطالب نفس المطالب مع الجزائريين اللي عايشين داخل الجزائر، وهي أن الحراك مطلبه هو على النظام أن يرحل من الفوق حتى لتحت، كلهم لازم يروحوا قاع قاع قاع. إذن في كندا، في باريس، وعدة مناطق أخرى، في نونت، في سانت إتيان خرجوا جزائريين، واليوم شان نحاول نجيبوا بعض من المنظمين لهذا التظاهرات، هم يعطونا رأيهم كيفاش، خاصة ربما في كلام أن في فرنسا وفي كندا كانت فيها أمطار غزيرة خلت ربما الأعداد تقل، بصح هذا ما منعش أن أن الآلاف الآخرين خرجوا رغم رمضان، رغم الجوع ورغم الأمطار الغزيرة. نشوفوا إن شاء الله بعض الفيديوهات باش ثاني المنظمين هما يعطونا رأيهم كيفاش فات اليوم تظاهرات الجاليات الجزائرية اللي عايشة برا الوطن. نبدأ من كندا. كندا يوميا أسبوعيا كل أحد يخرجوا بالآلاف بعشرات الآلاف في مونتريال. اليوم عندنا ثاني خرجوا اليوم رغم أن فيه أمطار غزيرة نزلت في هذا في مونتريال اليوم، بصح كما قلت هذا ما منعش بس المواطنين هناك، مواطنين الجزائريين يخرجوا. خلينا نشوفوا الفيديو. مونتريال 19 ماي في مونتريال، 19 ماي في مونتريال، الجالية الجزائرية هنا في مونتريال كلها هنا تساند الشعب الجزائر. هنا في يوم الأحد deuxième dimanche du Ramadan pour cette belle révolution pacifique algérienne. L'ahad le dernier min Ramadan ou l'ahad 13 نحن طلاب الجزائر
نحن طلاب الجزائر، نحن آمال الجزائر، كانوا أجدادنا في الستينات ضد فرنسا كانوا يقولون كانوا هم طلبهم آمال الجزائر. الآن نعود نفس الكلام، هذو الطلبة اللي خارجين اليوم في الشوارع هم ثاني آمال المستقبل الجزائر. معنا أحد منظمي هذه المظاهرة شفناه وشفنا سمعنا صوته، أحد منظمي مظاهرات الجزائريين في مونتريال، حسن موسي من هناك نشط سياسي. سي حسن أزوف لك، مرحبا سي كاغما. ألو سليم، أزوف لك أحسن. أزول سليم، بونسوار تو الموند، السلام عليكم كلكم في الجزائر أو في فرنسا أو فنلاند بارتو بارتو دون الموند. وعليكم السلام. صح صح صح، فطورك أحسن موسي ميرتيكي. أولا يعني كيفاش فات اليوم المظاهرة؟ على بالي أنت أحد المنظمين، كان فيه كلام ربما الأعداد نقصت لأن فيه أمطار غزيرة، حكينا كيفاش فات اليوم. أولا سليم، أولا نحيي كل طلبة الجزائريين أينما يكونون. اليوم العيد طلبة يناسب كما على بالكم مع الثورة الشعبية اللي انطلقت في 22 فبراير، وشهدنا الطلبة تاعنا تاع الطلبة الجزائريين في الميدان بكل مسؤولية وبكل حماس يطلبون هما خاصة إرحال العصابة، كانوا يصرخوا أيضا عطشهم للبناء الجزائر الحديدة. أما بما يخص هنا في كندا أخويا سليم، الجالية الجزائرية في كندا هما أيضا في موعد اليوم الأحد 19 ماي، لم يختلفون الجزائريين في الجزائر أو في فرنسا أو في إنجلترا، كلنا في الموعد. رغم أن كما قلت في المدخول تاعك، رغم أن اليوم الأمطار كانت شيئا ما غزيرة قوية جدا هنا في مونتريال، ولكن عدد كبير من الجزائريين لاحظناهم هنا، خاصة النساء، وكلنا ننادوا بإرحال العصابة، وكلنا مستعدين أن نوصل هذه الثورة الشعبية الجميلة العظيمة حتى كما يقولوا هنا، حتى إرحال كل عصابة وبداية باش يعني نبدأ بداية البناء الجزائر الجديدة والحديثة. هذا من إرادة كل جزائري على كل حال سليم. أما بما يخص شعارات معناهم هنا في مونتريال، ماذا يخص؟ إيه سمع فيك حسنا. أما بما يخص شعارات كنا نسمعوا مثلا صارخين يقولوا وطنيين إرحالوا سنعود إلى بلادنا، لا 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 في القطرة شاك فوا للانتخابات 4 جولي، جيش الشعب خوا خوا إلى غير ذلك. دونك مسرورين فرحانين على كل حال كلنا كي شهدنا يعني العداد هذا الكبير رغم هذا. أحسن موسي، ربما في يكون في نقاشات بين الجزائريين هناك، هضره تكلمت على هذه المبادرات التي كثرت هذه اليومات من طرف بعض الشخصيات السياسيين في الجزائر، كيفاش كان رد الفعل الجزائريين امام هذه المبادرات؟ وي على كل حال هضرنا على المبادرات صعيب يعني المبادرات تكلمنا عليهم، مثلا على كيما ماتنا لانترفونسيون تاع لي تخوا ليدر لي تخوا بيرسوناليتي سافوار ابراهيمي و كومي سابيل بن يلس وعلي يحيى عبد النور، تكلمنا عليهم قلنا بلي بون هذه على كل حال سليم واش ماشي حاجه جديده، قلنا مرحبا بها على كل حال، سي ان جيست ابريسيابل، سي ان جيست كو نو ساليون هنا في كندا، قلنا سي اون بون اكسيون بلا بار دو سي تخوا بيرسوناليتي بيان كيل سونت اشي معليش سي دي ساج، سي اون بون اكسيون سادريسون ا لارمي بور اكومباني لا ترانزيسيون هذه تاع البلاد باش يرافقوا هذا لا بيريود الانتقاليه، ولكن الشعب كان يطلب هذا الشيء، كنا نطلبوا الشعب تاعنا، الشعب الجزائري كان يقول بلي الجيش الشعب خوا ورانا نطلبوا الجيش تاعنا يرافقنا، الجيش تاعنا سيكوريتي البلاد يقعد في الكازيرا ويكون معنا واقف معنا حتى نخلصوا هذا لا بيريود دو ترانزيسيون ونروحوا للبناء تاع البلاد. C'est pas nouveau pour nous, mais c'est un bon geste, comme c'est une bonne action de la part de ces trois personnalités. Vous dites le croyez, c'est-à-dire, bien sûr que le peuple algérien, comme ils le disent en Afrique-Canada, il y a des débats, il y avait 4-5 débats, c'est des petites tables par-ci par-là, quand nous disons, le peuple algérien, il s'inquiète
de cet engouement du pouvoir, le pouvoir tana qui veut organiser coûte que coûte les élections du 4 juillet. D'abord, qui m'a parlé au Canada, le fichier électoral est totalement obsolète. L'échéance ne le permet pas. Les candidats ne sont pas connus. Les organisateurs de ces élections-là sont rejetés par le peuple. Le peuple, dans sa quasi-totalité à Tanem, dit non à ces élections. Donc il y a de quoi se poser, il y a de quoi se poser des questions, parce que Bensal Hada doit partir le 9 juillet, alors le pouvoir veut lui apporter un remplaçant qui va remettre un petit peu en route le programme de Bouteflika. Là, nous refusons. Le peuple algérien a dit là, les intikhabat, là, les intikhabat, طلب حسين مو حسين موسى ربما سؤال أخير نوك شفنا من الجهة ربما النظام ما زال يصر على خارطة الطريق تاعه ما زال حتى الآن كل حال ما زال يتكلم على انتخابات وتنظيم انتخابات هذا الإصرار يقابل نفس الإصرار تتحسن الجزائر الآن قالك حنا ما نوليوش النور أنا ماشين برا حتى هما الجهة الأخرى اللي يبدل رأيهم يعني هذرا ولا الجهة الأخرى ربما في كلام جزائري راح يفشلوا ويعيوا الشعب النظام هذا ما حبش يسمعه هما ثاني ربما ينقصون في الحيرة كيفاش واش رأيك فهد؟ بون بما يخص هذا السؤال خويا سليم أنا نحلف لك يعني هنا في موريال مثلا تقسيت يعني كنت هضرت مع أكثر من 70 ناس ولا اكثر نقول اكثر ما كانش واحد يقول يعني بلي خلاص يسوفلينا ولا عينا ولا لا الناس كاع الجزائريين كلهم يعني سقسي نيمبورت لوكال في فرنسا في الجزائر في كندا في لندن في روسيا نيمبورت كل بي وكان جزائري واحد يقول لك يا اخويا احنا مستعدين نكملوا ميم سي فول نلحقوا 150 خطره الجمعه ولا الحد حنا نكملوا البرد الشتاء الثلج الشمس رمضان العيد نكملوا نوصلوا هذا واضح الثوره تاعنا الحديثه هذه الثوره هذه الباسيفيك حتى لو ديراسينمون توتال تاع العصابه هذه واضح خويا حسن كونستركسيون دو لا ريبوبليك الجيريان ديموكراتيك اون فري ريبوبليك الجيريان طلب حسن موسى لا شك فيه كاع كله بارك الله فيك حسن موسى شكرا جزيلا ناشط سياسي كان معي من كندا شكرا على هذا التدخل بارك الله فيك على نشاطك وديرو ثماك في كندا الان كما قلت في باريس ثاني خرجوا الجزائريين في لاصال لا بلاس دو ريبوبليك عندنا فيديو ثاني نشوفوا ان شاء الله بعدين احد منظمات هذا الحراك لكن هذا جزء من مظاهرات اليوم لا بلاس دو ريبوبليك في باريس ومعنا الان مدام حمامه يحيى الناشطه السياسيه اون دي زورغانيزاتيز دو سيت مانيفيستاسيون مدام حمامه زول فلام السلام عليكم السلام عليكم مرحبا بك شكرا صافي طورك يا اختي نعرفكم مرحبا تو دابور pouvez nous donner la vous raconter comment ça s'est passé aujourd'hui avec la manifestation de la place de la République oui à la place de la République il y avait un monde fou toujours avec détermination Ramazan Salampa Nas Jeff ou Ramadan et sacrifier le jour de repos pour une cause vraiment qui nécessite. Et les gens, on les entend dire, on ne baisse pas les bras, on va jusqu'au bout. Les chiarat li kunna nsemouha ktira hiya dawla madaniya machi askariya et puis la intikhabat 4 juillet et tnahaw ga
الوحده قوتنا، والكلمه الواحده اللي نتوحدوا عليها هي نحاو كاع شونجمون دو سيستيم. Madame, avant de parler des slogans, on voit un grand drapeau. C'est la première fois que vous avez utilisé un aussi grand drapeau pour la manifestation, non? Oui, ça, ce n'est pas place République, ça peut-être place Stalingrad. Ben, j'ai aucune idée. De toute façon, la vidéo, il y a un grand drapeau. Je ne sais pas si c'est à Stalingrad ou à la République, mais l'essentiel, c'est que. Oui, il y a la même chose à Stalingrad, République, c'est les mêmes personnes qui viennent, c'est du même. La neuf, la chérine, de plus en plus, on voit des drapeaux de toutes les dimensions. Il y avait aussi plusieurs rassemblements des collectifs, Libérer l'Algérie, l'Algérie debout, l'ONG et beaucoup d'autres aussi. Tout le monde appelle à la transition qui s'impose. Et puis, malgré le pouvoir insiste à organiser des élections, mais le peuple demande où les Algériens veulent le départ de tout le système. Tout à fait. Mais pour ce qui est du slogan, Madame Hayatine, vous pensez que est-ce que vous avez d'autres slogans, de nouveaux slogans par rapport aux événements qui se poursuivent en Algérie? Oui, ou c'est toujours... oui, en plus des slogans habituels, on insiste sur l'al-Intifadat. Et puis, Tahrir Soujana al-Ra'i. Donc, non à l'arbitraire et non à la répression. Donc, on voit aussi ça se répéter dans plusieurs groupements. Donc, on appelle à la libération des prisonniers de l'opinion, on va dire. Ça, c'est nouveau. Et puis, le nouveau aussi, il y a un appel aussi à un grand rassemblement devant l'ambassade de l'Algérie ici à Paris, le 24 mai. Donc, je tiens à rappeler à tout le monde, 24 mai de 16h30 à 19h, devant l'ambassade de l'Algérie, rue Lisbonne, dans le 8e arrondissement de Paris. Pourquoi le 24 mai? Oui, c'est un vendredi, donc on a eu l'autorisation pour le 24 mai, c'est un vendredi. Super. Donc vous allez le faire avec le Jumu'at, comme d'habitude en Algérie, donc vous allez faire la même chose. On va coïncider le vendredi prochain de l'Algérie, et nous on va le faire de 16h30 à 19h, donc pour mettre la pression aussi, surtout par rapport à la répression et à l'arbitraire. Pour libérer tous les prisonniers de l'opinion, ce n'est pas normal, parce que tout le monde est dans la rue. Il ne suffit pas de mettre certains, surtout les slogans ou ce que nous disent ceux qui sont dans le mouvement. C'est la même chose, ce que dit le peuple dans les rues. Absolument. En parlant de l'oppression et de l'arbitraire, aujourd'hui, comme vous savez, c'est la journée de l'étudiant, l'Yom Talib. Et les Algériens sont sortis, les étudiants en Algérie sont sortis en nombre pour fêter, pour commémorer la journée de l'Yom Talib. Et malheureusement, il y avait une grande répression de la police. Vous pensez, vous avez discuté de ça en France pendant votre manifestation, vous avez dénoncé ces... Il y avait des discussions par rapport à ça, donc il y a la répression au niveau par rapport aux étudiants aujourd'hui, et puis il y a de l'arbitraire, on vient d'apprendre, je pense, il y a un maire aussi qui est vraiment actif sur les réseaux sociaux, on lui a envoyé une convocation à la justice pour demain, à Bijaya. Donc il y a de l'arbitraire, il y a de la répression, des arrestations sans motif, alors que ces personnes-là, ils appellent donc au départ du système, et ils appellent aussi à la transition et la mise en place d'un état de droit. C'est comme tous les Algériens qui sont dans les rues, donc on ne peut pas mettre les 20 millions en prison.
Très bien, mais il y a beaucoup qui disent que comme quoi le pouvoir peut-être il compte sur le facteur temps. Il a pensé comme quoi Ramadan peut-être ça va diminuer, ça va affaiblir le Hirak. Maintenant, il utilise un petit peu la répression. Vous pensez que ces facteurs peuvent affecter négativement cette démarche, ce Hirak du peuple algérien? Est-ce que vous pensez que les Algériens, avec le temps, ils vont s'affaiblir, ou le Hirak ça va s'affaiblir avec le temps? Un peuple qui est vraiment déterminé, on ne peut pas l'arrêter sur son chemin. Les Algériens, ils sont bien réveillés. Je ne pense pas qu'ils vont être affaiblis par les tentatives et les manœuvres du pouvoir. Le pouvoir a été, dès le départ, des manœuvres et des tentatives d'affaiblir tout le mouvement. Mais le peuple algérien, c'est un peuple résistant. Les jeunes d'aujourd'hui, ce n'est pas les jeunes d'hier. La population d'aujourd'hui, elle est différente. Il y a un éveil et un réveil. Ils ont commencé par certaines manœuvres de semer, on va dire, de toucher un petit peu la sensibilité du séparatisme en touchant les Kabyles. Et puis, sur les réseaux Internet, c'est la mouche. Après ça, on commence on passe à une autre carte, à une autre manœuvre, celle de la répression. De toute façon, dans ce domaine, ils sont doués, donc ils connaissent tous les systèmes, mais ils vont user toutes les cartes. Ils vont essayer d'aller avec ces manœuvres jusqu'au bout, mais le peuple. Moi, ce que je conseille, c'est de continuer ce mouvement, de continuer à résister, à faire attention, à être unis, à ne pas changer et faire attention à ce qui s'annonce et à ce qui se dit sur Internet ou les infos, parce qu'il y a de la désinformation, il y a la mouche électrique. Très bien, très bien. Madame Hayat, une dernière question peut-être. Pour ce qui est il y a beaucoup de propositions ces jours-ci. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui proposent, qui donnent des feuilles de route pour sortir de la crise. Je suis sûr que vous en avez parlé pendant la manifestation. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que pensent les Algériens là-bas en France? On a l'information des trois, Talb Ibrahimi et Benilis et l'autre qui ont proposé le dialogue qui appelle l'état-major à permettre ou mettre en place ce dialogue. Alors, ce qu'ils écrivent, leur appel en soi, il est correct et logique. On sait que, mais après, c'est question de confiance et comment ça va se faire. Le pouvoir politique en Algérie repose toujours sur trois pôles. La présidence, l'état-major et les services de renseignement. Donc il serait très difficile de faire rentrer ce que certains on appelle à faire rentrer l'armée dans la caserne. Alors que cela, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de patience, beaucoup d'intelligence, parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut faire ceci. Mais reste la révolution des Algériens, c'est une belle révolution, on peut aboutir. On continue, mais une révolution qui va réussir et qui va aboutir, c'est une révolution organisée. Donc on doit être censé à s'organiser en association, en parti, en collectif, tout cadre, des collectifs. Et on continue le mouvement pour donner vraiment un autre élan, un autre souffle à cette révolution. Très bien. Très bien, Madame Hamama Yahyat, shukran jazilan, nashita siyasiya kat maim bari, shukran. على هذه المداخلة في ظاهرة أخرى يا زي المشاهدين في هذا رمضان هي الإفطار الجماعي. شفنا في عدة مناطق
يعني مبادرات في برج بوعريريج، في الجزائر العاصمه، في بويره، في بجايه، في مناطق عديده في الجزائر. في الجزائر شفنا طاولات برا وناس يكرموا الناس، افطار جماعي داخل مع الحراك وداخل مع الاخوه باش يلتحم الشعب الجزائري. عندنا مثال اليوم يعني بعد الافطار اليوم في بويره، عندنا هذا الفيديو، بعدين نتكلموا مع احد منظمي هذه المبادره. هذا كان هذه جانب من هالمبادره طيبه واللي كثرت الكلمات هذه في رمضان، مش فقط في بويره وفي الجزائر العاصمه، في عده مناطق في انحاء الوطن. ومعنا الان كما قلت يحيى سماش، ناشط سياسي واحد منظمي هذه المبادره. سي يحيى زولفلاك، السلام عليكم. اكما زولفلاون، شكركم، يعطيكم الصحه. مرحبا بك سي يحيى. اولا حكينا عن المبادره وعلاه درتوها وكيفاش تجيبوا، يعني باش درتوا الطبله باش تجيبوا هذا هذا الماكله، يعني ربما كان مساعدات، شكون هو يعاون فيكم؟ نقول تحفر تركم تما، تحفر الجزائريين كامل. هذه المبادرة أول بديناها بمطعم الإحساء مع صنفكم من الرحمة. كاين محسنين بنا من مواطنين في بعضنا، شعب كيما قلت في الحراك في اليد، حتى في المقطع هذه الجماعية مطعم الرحمة يزيد في بعضنا، كاين محسنين يعاونونا. جمعنا الانيشيتيف اللي جات من عند لونسومبل دو سوسيتيو، خرجنا الحوانت عند المحسنين واللي عندهم الاموال هنا عندنا في المنطقه، نطلبناها كما راك تشوف. الشعب الحمد لله يا ربي جات من قاع الاموال الشعب، زاد الحكمه والقوه، كل هذا داخل في الحراك اللي انا ماشي كثير في الشعب وفي الشارع اليوم هذا. شفنا شفنا هذه المبادرات ماشي غير في بويره كما قلت، في عده مناطق. هل ترى فيه تنسيق بيناتكم؟ هل في معاونه من جهه من منطقه لمنطقه اخرى، ولا كل واحد يعني يجي فكره ويدير طبله ويتعاونوا بين الحومات ولا بين البلديه؟ ممكن واحده اخرى عيطنا احنا نساعدوه واللي نعدوا المساعده، كاين مناطق بزاف ناس بشلون الطاقم الشرفه تقرب، عندنا حزر كما الثانية وهي الشرفه. ماذا بينا نتمنى تكون في المناطق تعم على المناطق على الوطن كامل ماشي على الولايه برك، واللي عيطنا احنا نساعدوه نقدر نساعدوه ما كان حتى مشكل. شكرا اخويا لكل حاجه. المشاهدين نعتذر على رادات الصوت ما كناش نسمعوا كما نزل الاستاذ يحيى سماش ناشط سياسي كان معايا من البويره، شكرا جزيلا اخي. قبل ما نبداو كما قلت اعزائي المشاهدين راك تشوفوا في الشاشه ارقام الهاتف والسكايب، ربما اللي حاب يتصل بنا يشارك معنا اليوم الطالب كيفاش عاشوا، كيفاش شاف يعني اليوم كيف يعني ذكرى هذا اليوم، شفنا الطلبه خرجوا في عده مناطق في الجزائر العاصمه ثاني خرجوا بالاعداد غافره رغم عنف الشرطه. خلينا نشوفوا اولا هذه المظاهره في الجزائر العاصمه ثم نولي لكم.
mode vie que de police derrière. كما لبنا زي مشاهدينا الطلبة عادة يخرجون نهار ثلاثاء بصح اليوم الجمعة طاح يوم ذكرى ليوم الطالب هذا اللي خلاهم يعني يخرجوا بالأعداد الكبيرة رغم العنف لأن الطلبة اليوم اشتكوا من عنف وعنف الشرطة ورجال الأمن هذا ما خلاهمش كيف قلت يستمروا مشاو داروا مسيرة تاعهم وصلوا صوتهم للسلطات خلينا الآن نبدأ في استقبال مكالماتكم معنا جمال موهرن السلام عليكم صحابتكم ساعطرك خويا جمال مرحبا لاباس خويا الحمد لله كانت مبادرة مليحة تاع بليلت والطالب الإبراهيمي ويحيى بن نور هذاك يحيى عبد النور ماذا بينا يبدو بالشراقين يتكلموا معاهم يردوا لنا الدراهم اللي خرجوا من الجزائر خرجت 120 مليار C'est-à-dire 120 milliards de dollars de Khaljoua, de transferts illicites, surtout à Khaljoua. Ils nous ont dit que nous sommes là, et nous sommes là, nous ne sommes pas là. Nous avons dit que 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 nous يعني يتكلموا معهم يرجعوا دراهم للشعب حتى هذا السرابيل يقول لنا هذا طاقم الإبراهيمي مع بني اللس اللي قادرين على شعبهم يتكلموا مع السرابيل اللي خونوا الجزائر وخلصوا الدراهم معكم شكرا أخويا جمال أعطيك صحة جمال من وهران إلى كندا معنا موسى السلام عليكم وعليكم السلام أخويا موسى واش راكم شوي صعب طوركم صعب طورك خويا مرحبا بك بالك مازال عندكم الفطولة مازال شوية مازلت لنا تقريبا ساعة واش معليش قريب يا اخو اصبر برك شوية سمع راح نتكلم على الحركة تاع الطلبة نشجع الطلبة ديال الخرج تاعهم ما يخموش على العام ابيض ولا عامين ولا بيضاء لانه كي يكملوا قرايته يخرج ما يلقاش خدمة أنا نقول لهم كملوا عليها حتى نكون جزائر الغد إن شاء الله دولة جديدة يكون عندهم مصير مليح وزيد أنا نتكلم حاجة نحب الشباب باش يديروا شعارات باللغة الإنجليزية لأنهم باش يمشوا للرأي العام العالمي حنا درك أنا نديروا فيها بالفرنسي ونديروا هذا باش نرى بيناتنا وبين فرنسا انا لازم نديرو باللونجلي باش نتوشو لي زونجلوفون لي زاميريكان تربية هذه مقترح ربما اهل الحراك ربما يسمعوه وربما يزيدوا الشعارات كما قلت باللغات الاجنبيه شكرا خويا موسى من كندا الى سويسرا الان معنا علي السلام عليكم خويا وعليكم السلام خويا علي اسمح لي نتعبر بالفرنساوي وبالعربي اوكي ماشي مشكل تفضل خويا انا حبيت نتمنى انه في الشعارات هذه الناس تتوجه للمخابرات لانه هما الخليه السرطانيه سي لا سيلول كونسيروز دو لالجيري دوبي لانديبوندونس بوتيتر ميم افون سي او كي سون ريسبونسابل دو توت لا مانيبيولاسيون المؤامرات اون دي سي كوم سا لا مانيبيولاسيون C'est eux qui sont responsables de la protection des mafieux. Hum. Le rôle principal, c'est la sécurité, mais ils n'ont rien sécurisé. La preuve, l'état du pays actuellement. Si nous en allons, ils nous aident. Parce qu'ils ont une devise, la fonction supprime le grade.
un sergent de la sécurité militaire, il terrorise même un lieutenant ordinaire. Alors, n'en parlons pas d'un lieutenant de la sécurité militaire, il peut humilier même un colonel. Mmh. Ce sont eux qui sont responsables du recrutement de ce que vous appelez Chiatine, c'est-à-dire les lèche-bottes. Ce sont eux qui sont et c'est une ramification immense. Elle va de la capitale jusqu'à la dernière commune. Ils sont insérés comme un cancer dans la société. C'est vrai, Khoyali. Barakallahu fik Ali Misswis. شكرا جزيلا. J'espère que c'est واصل يا مخابرات بركات من المؤامرات بركات من اللعب هذا اللي راكم تلعبوا في البلاد. طلب يعطيك الصحة سي علي، بارك الله فيك خويا. واضح ان شاء الله، يعني واضح رسالة وصلت الى فرنسا الان، لا الى الاربعة معنا عبد الهادي. عبد العزيز عفوا، مرحبا. السلام عليكم اخي سليم. وعليكم السلام خويا عبد العزيز، مرحبا بك. صحاب طورك خويا. هذه العصابه يحبون نبقوا تحت الرنجاف العبوديه، ونحن مطلبين ان يتنحوا كاع، نريد جمهوريه ثانيه. هذه العصابه خطيره على الدوله الجزائريه، ما ننتخبوش حتى يتنحوا كاع. هذه العصابه قتلوا وشردوا وجننوا وهجروا دمروا البلاد والعباد، يريدون حق آلية ثانية، ونحن بسلمية حتى يرحلوا كاع. عمداء لفرنسا يقدمون لفرنسا أكثر من تستحق، لرضا فرنسا. هذو أذناب القردة والخنازير يتبعون فرنسا واليهود ويطبقون أوامرهم علينا. الله يرحم الشهداء، وتحيا الجزائر. تحيا الجزائر. والسلام عليكم. وعليكم السلام خويا عبد العزيز، شكرا جزيلا. قبل ما نوصل في استقبال مكالماتكم، عندنا هذا البيان خاص للمغرب، يوم تلاها عبد العزيز حملاوي سكرتير جينيرال لونيون دي لو جي تي ا في بجايه. هذا اولا يتكلم باسم اهل زعما منخرطي لو جي تي ا اللي هم ضد سيدي سعيد، ونادى لاضراب باسم لو جي تي ا في الايام المقبله، سوف نسمعوا له. وثانية كالعادة هما طالبين باش سيدي سعيد يروح. خلينا نسمعوا للبيان. سطرت اللجنة الوطنية السيدة لإعادة استرجاع الاتحاد العام للعمال الجزائريين من طرف العمال برنامج احتجاجي يتمثل في الدعوة إلى تنظيم يوم إضراب وطني عبر كل ولايات يوم 22 ماي الأربعاء 22 ماي، متبوع بمسيرة وتجمعات قصد المطالبة برحيل الأمين العام للمركزية واللجنة التنفيذية الوطنية، كما وضعت حيز التنفيذ إمضاء عريضة مليونية من طرف العمال والنقابيين عبر كل الوسائل المتاحة. كما نندد بالتجاوزات والإقصاءات التي طالت أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية والأمناء العامون للاتحادات الولائية قصد منعهم من حقوقهم النقابية. إذا كان هذا بيان من السكرتير جينيرال دو لو جي تي ا في بجاية مس عبد العزيز حملاوي، كما قلت باسم لو جي تي ا، قال لك راح ندخلوا في إضراب في 22 ماي حتى سيدي سعيد يروح. وثاني مساندة لبعض الموظفين اللي حوزوهم بسبب الحراك. إذا كان هذا بيان خاص للمغاربية. روحوا الآن في استقبال مكالماتكم، معنا رشيد من باتنا. وي السلام عليكم. عليكم السلام خويا رشيد. صحاب طولكم خويا. دونك حابين ينحيو ان شاء الله لاش فاليزا نتاع الجزائر، ان شاء الله ربي يسهل لهم. انا حبيت نقول كلمه برك بور لي زيماج هذوك اللي شفناهم تاع لا غروند بوست لوتر جور، تاع لي زالكولو انونيم هذوك اللي جاوا يمناسيو في الناس. هذوك الناس يظهر لي يشربوا لي بسيكوتروك وشربوا الكول في رمضان، حتى اصبحوا يرون ديك حمارا وجاوا مرفوع عليهم القلم. هذاك لا حدث. انا حبيت نتكلم على المبادره نتاع السيد الابراهيمي وبن يلس وعلي يحيى عبد النور، يعني مبادره نتاع ناس كبار في العمر ان شاء الله، خاطر نسمع ناس يقولوا لا وعلاه يديروا هكذا ونورمالمون هكذا وكذا. ان شاء الله برك هاد الناس المتسلطين علينا يسمعوا لهم ويفتحوا معاهم قنوات حوار. سي سير كو لا ريبونس فايتر نو، باسكو هذا النظام
راه ماهوش حوار. النظام هذا راه متسلط ويعرف يجيب لك حاجه من فوق وانت تطبق وتسكت، يزور بانتخابات ولا كذا، ما عندك حتى عذره. فهو يعرف صلاحك انت ما تعرفش صلاحك. من ils ont considéré le peuple algérien depuis 1962 comme étant un peuple mineur. هما يفوتوا في بلاصتو، هما يجيبوا له الرئيس، هما ينحيوا له الرئيس، هو يجيب له المير، هو يجيب له كل شيء. والشعب الجزائري ما عندوش يعني ما عندوش النضج باش يختار. نعم ما عندوش، ماهوش ناضج depuis 1962. يعني هذا الشعب العظيم اللي ابدا نضج كبير وحارب من مستعمر من اكبر المستعمرين في العالم وحطوا جنوب به بدقول وخرجوا من 62 ما بقاش شعب الى يومنا هذا. الى يومنا هذا هاك تشوف التعنت، الناس في الطريق صايمه شر وعطش وسخانه وكذا، ولا احد تحرك. يعني الانسان اللي يقول انا مجاهد ما يسمعش لشعبه، الانسان اللي يقول انا درت وعملت وكنت كذا وكنت كذا يحتقر الشعب نتاعو. اعتقد انه الهدف نتاع النظام هذا ما الارتيكل 102 ما خدمها. لماذا؟ لانه الارتيكل 102 يتخبى وراه باش الهدف نتاعهم يبقاو في المكان اللي راهو فيهم، وثانيا يمنعوا العلف. الهدف نتاعهم هو العلف، يبقاو يعلفوا ويبقاو يمصوا في الدم نتاع الشعب الجزائري الى ان يرث الارض ومن عليها. واضح. هو يا مناوره باش يمتد، يعني باش يبقى في على راس على راسنا على راس الشعب الجزائري. شكرا خويا راشد، واضح جدا. الى امينه من سيدي بلعباس. السلام عليكم. وعليكم السلام. صافطرك اختي. شوف هنايا اسالد الذي تكلم مسبقا قبلي انايا، قال لك هذه الدوله ما تقبلش الحوار، وصبغي ما تبغيش الحوار. هذه السلطه تريد البقاء، فيها فروعا من العائله البوتفليقيه والحكم البوتفليقي والاصول فيها، الفروع والاصول مازال باقيين في الحكم، وما يمسلكش الدوله الجزائريه من الحكم البوتفليقي حتى ينحل الحزبين، حزب الاراندي وحزب الافلان. هذ الحزبين هما الكارثه على الدوله الجزائريه. لازم ان الشعب يجيب حزب جديد الروحه هو اللي خرج الدوله، خرج الحكم البوتفليقي من جذوره وأصوله. ما يبقاش الحكم البوتفليقي أنا يدخلها للحب وغدوه يخرج فيه، وهو غير هو خرج دخل الحسب شيء الشعب يهمد باش الشعب يجمع في داره ولا عنده مصلحة معه. أنا أريد للعائلة البوتفليقية أن تنتظر من الحكم، ما يبقى لا أصول ولا فروع. هي اللي جابت الهلاك للشعب الجزائري، خلته فقير وهو دولة غنية والشعب الجزائري فقير. كل كلاوها للعائلة البوتفليقية وفروعها، مدتها للأجانب وكلاتها الروحة وعطتها لأصحابها. ما الجزائري ما استفدوا من هذا الزاد والو. الله يعطيهم قلعة إن شاء الله تقلعهم من الوجود. والسلام عليكم. وعليكم السلام اختي امينه، شكرا جزيلا. مادام اختي امينه تكلمت على الفلان اللي رديها لنا فيديو الان احد مسؤولي القدام تاع الفلان ولد عباس، حكموه اليوم في الطريق كان ماشي في الجزائر العاصمه والناس تاع الحراك شافوه، الظاهر ان حتى ولد عباس هو مع الحراك وطالب باش النظام هذا يروح. خلينا نسمعوا له. هاو السيد اللي راه في لاسيات حقيقه انا في الجزائر، انا عبد الله راك في اسمه راك في الخارج ولا هنايا عندك وين تهرب هنايا؟ واش رايك واش رايك واش رايك واش راهو يسال؟ انت مع الحراك يا اخي، راك مع الحراك. سبحان الله الحمد لله الحمد لله يا اخي. ايه حوال جويه نحى ان شاء الله بالصالح وبدوي ان شاء الله حوال جويه سعوا ان شاء الله باش يتنحى يتنحى وكاع. والرئيس عندك ما شفتوش الرئيس؟ سلم على الرئيس. كي تلاقى الرئيس ولد عباس يقول لك لازم تنحى وكاع. ولد عباس سبحان الله العظيم، محاول الاحوال يعني مقلب القلوب. على كل حال ولد عباس قال لك رانا مع الحراك ورانا مع يتنحاو كاع. خلينا نوليو الى استقبال مكالمات اعزائي المشاهدين. لك حل من تسم سيلت. سيلك حل. فعلا تفضل خويا.
شوف بالنسبه للولد عباس يسيء للدوله ويسيء لحزب الجبهه الوطني ويسيء الى الوطن اكثر من اللي ينفعه، لانه انا رئيس اللي كان امين عام باع قوائم ست بومنتين ديارها متابع، اذا ما يتعمل رموز الدوله ويقول لك هذا الدوله وراء الدوله، يقول له انت تقول انا الدوله وكنت تقول انا نعيش والاخر انا نعيش والرئيس ما يروحش وما قدرش يفرق بين الحزب والطبقه السياسيه ويستعمل رموز الدوله العالم الشهداء. اذا انا بالنسبه لي ولد عباس مشكل اكثر من حل، هذه بالنسبه لولد عباس وين فيها سياسيا. طيب نتمنى ان شاء الله القضاء ياخذ الحق تاعي. بالنسبه للحراك بالنسبه للدوله تاعنا احنا لا نريد ان نكون بمجرد نوم، لكن نريد الاخ الكريم ان تكون بدائر كما اعتز بهذا ما اعتزنا احنا كشباب كشعب كمواطنين بتاريخنا تاريخ شعبنا ودولتنا والشباب له الحق ان يحمل، والحمد لله الشعب اليوم شهد لها العالم نقاط متربي مكانه. بالنسبه للشرطه هذه الشرطه ما يديهم، لانه علاه الشرطه المفروض هي اللي تاثر الحارات هي اللي تحافظ على السلميه مش هي اللي تروح تضرب الناس مش هي اللي تروح تسبب الناس، والحمد لله ما كاين ماشي بعد الشرطه كاين اقليه مستقبل تاع الدير الكريم. انا نشوف انه مستقبل ظاهر، لانه علاه بدينا بالعصابه هذه ان شاء الله ونمدحوا فيها حتى والشعب بيننا شنو راح نتفاهم وراح نسلموا واصحاب اصبح اليوم يتجاوب في الحياه السياسيه يتجاوب في سيلك حل؟ راح نلقى حل راح الى قلمة الان مع حميده. حميده من قلمة تفضل اخويا. حميده الو تفضل اخي. وي الو تفضل اخويا حميده تفضل صاحب طورك صاحب طوركم صاحب طورك عايش كي درتي شوف واش نشوفه من قلمة شوف شوف المؤسسه العسكريه قاعد والمؤسسة العسكرية قاعدة تخدم في خدمتها وعندنا على بالنا باللي عندنا ثقة فيها. وي يعيشك يبارك فيك. اسمع فيها. اسمع فيك حميدة. اسمع فيها. أخي أنا اسمع فيك من فضلك من فضلك أخي، يعني بعد شوية التلفزيون تتكلم معايا في التليفون بعد. من فضلك. وي وي. وي. لا أخي ما تقدرش اسمع فيك هكا راك تضيع في الوقت والناس هم يستناو باش يتكلموا. تفضل حميدة. للاسف اخويا حميد اسمح لي انقطع الخط لا ماكش تسمع فينا من فضلك اعزائي المشاهدين، يعني واحد اللي يحب يتصل يبعد شويه على التلفزيون ولا نقصلو شويه حتى يكون الصوت واحد معايا وتقي يسمع لي ونسمع له. شكرا حميد اسمح لي بزاف. روحوا الى اين الان؟ مهدي مهدي من رشيد رفو ولا مهدي مهدي من بتنا مهدي ابراهيم مات سكايب ولا رشيد رشيد من عنابه. تفضل خويا رشيد. السلام عليكم صاحب تركم. وعليكم السلام صاحب تركم خويا. الله ينورك حبيت نطرح مع الشيخ عباس المدني. الله يرحمه. ربي يرحمه ويرحم جميع المؤمنين. حبيت اخويا الجماعه هذه العصابه هذه راهي فزت الامه كامله. فزتها عبالك نص حتى الائمه نورمالمون ما يتبعوش يقول لك يا خبزه يا خبزه نرمو ما صلى صلاه الغايب على تفضل خويا رشيد واصل بس مداني وخا شخزي على جماعه اللي ماتوا في كوتوندا حتى ما ذكروهمش خلاص والبوند دي العصابه هذه راهي زرعت خاوتها كلها في الادارات كلها سيفري عند الامن عند الدوليه اللي عندهم احتكاك كل بالشعب راهم هم قاعدين كل واحد يستغل في المنصب تاعه باه يحقر به الشعب.
سيفري سيفري اخويا راشد بارك الله فيك، هذه الملاحظه مهمه. فقط ما دام تتكلم تانا النظام هذا مش فقط الفوق، يعني خلى عنده رجالات في كل مكان، والحركه هذا يتعاقب او يطرد هذه المسؤولين كي يشوفون في الخرجات بتاعهم. عندنا مثال الان في طارف، والي طارف رايح يزور الجامعه اليوم كيوم الطالب، حوزوه من الجامعه، خلينا نشوفه. يا سراقين كليتو البلاد، 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 يا سراقين كليتو البلاد. شكون قال قبل 22 في الجزائر هكذا يقرب حتى الوالي ولا مسؤول اخر، حتى المير ولا مسؤول، ربما مسؤول صغير زق عليه يقولوا انت ديغاج انت سراق، يعني مقرب القلوب، يعني رب العالمين تقلب الاحوال، ولا جزائري المسؤول ما كانش وين يهرب، يعني هم يتبعوا فيهم في كل مكان. ربما اتصال اخير للجزء هذا الاخير للتغطية معنا، مهدي من بتنا. مهدي الو، السلام عليكم. وعليكم السلام خويا مهدي، مرحبا. صح فطورك خويا سامع. صح فطورك خويا، مرحبا بك. باغي نوجه برك واحد الرساله للقايد صالح. اها. نقول له يا سي القايد صالح، انت كي تجي تصفي الناس صفي روحك. باسكو في باله هو او يدير تصفيه حسابات. خويا احنا ماناش عايشين بكل، فهمت؟ ماناش عايشين بالقايد صالح هذا وما نعرفوش القايد صالح هذا، خلاص. هذا وين بان؟ نقول له غير ما تكسرش راسك. الانتخابات مش راح تكون في لو 4 جويي كيما 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 السيد نسميولوش كيما بن صالح ولا كيف يسميولو، حتى 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 تلف لي اسمه بن صالح، وكان بدوي وجماعه هذوك. بون هذاك اليوم وجه رساله قال لك الطلبه يا سيدي ما بغيناكش، سبحان الله العظيم ما بغيناكش، مبغينكش تنظمنا ذراع تزور ذراع. مستحيلة انتخابات لو 4 جويي، حنا هنا في باتنا يا خويا سمير الطلبة ديما يخرجوا ديما، وكلي بوندرول وفيف المغاربية، وديما المغاربية ورانا نتبعوا في المغاربية. ديجا كاينين حوايج المغاربية هي اللي توعي فينا، هي اللي تنعتنا الطريق. سمع فيا سامي. سمع فيك خويا مهدي، صافي بليزير، يعطيك الصحة مهدي من بيتنا، شكرا جزيلا. خيرك سامير خويا، وراك دير فيه مجهود كبير، وبربي ان شاء الله، بربي ان شاء الله الاستقلال، بربي ان شاء الله. امين ان شاء الله، امين ان شاء الله. 4-5 جويلية هذا وجاي ان شاء الله تكون استقلال ثاني للجزائر. شكرا خويا مهدي من بيتنا، شكرا جزيلا. اذا كما قلت مهدي كان اخر متصل للجزء الاخير لهذا التغطية تاع اليوم، ان شاء الله مازلنا معكم ان شاء الله يوميا في تغطية مباشرة ومستمرة من الصباح حتى الليل، وان شاء الله نرى نتابعوا في هذا الحراك حتى يجيب النتيجة تاعو. اذا اعزائي المشاهدين نقول لكم تبقوا على خير، الى غد، السلام عليكم.